الرقية الشرعية أخي الحبيب هي كلمة السر التي تحصن بها حياتك بالكامل، وهي لن تأخذ معك أكثر من 5 دقائق على فكرة. يعني أنا سأقول لكم أبسط صيغة للرقية الشرعية التي يمكن أن نتعلمها من خلال هذا الفيديو بسهولة ونحفظها معا وتصبح جزءا من حياتنا. أنا بالنسبة لي هذا نظام عمل يومي صباحي ومسائي. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. باختصار شديد أيها الأحبة، وفي أقل من 10 دقائق، الرقية الشرعية سلاح رقم 1 تحصن به نفسك ومالك وصحتك وأولادك وكل ما يهمك. تخيل أخي الحبيب أن لديك موقع على فيسبوك، صفحة على فيسبوك، ولكن من دون كلمة سر. أي واحد سيخترقها ويضع ما يشاء ويأخذ ما يشاء ويحذف ما يشاء. تخيل أن لديك منزل ليس له قفل، ليس له باب. حياة مستحيلة لا تستطيع أن تعيش فيه. تخيل أن سيارتك مفتوحة وموجودة في الشارع هكذا. الرقية الشرعية أخي الحبيب هي كلمة السر التي تحصن بها حياتك بالكامل. أنا أعني ما أقول أخي الحبيب، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وهناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جزء من الرقية الشرعية، وهي آية الكرسي. آية الكرسي هي جزء أساسي من الرقية الشرعية. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال أن الإنسان إذا قرأها سيكون عليه حافظ من الله يحفظه حتى يصبح أو حتى يمسي. إذن مدة الرقية الشرعية صباحا ومساء، يعني كل يوم عندما تستيقظ أول عمل تبدأ به يومك الرقية الشرعية، وهي لن تأخذ معك أكثر من 5 دقائق على فكرة. يعني أنا سأقول لكم أبسط صيغة للرقية الشرعية التي يمكن أن نتعلمها من خلال هذا الفيديو بسهولة ونحفظها معا وتصبح جزءا من حياتنا. أنا بالنسبة لي هذا نظام عمل يومي صباحي ومسائي، أكررها في الصباح والمساء حتى أصبحت جزءا من نظام حياتي، لا أستطيع أن أستغني عنها. فأنت لديك مال، لديك تجارة، لديك بيت، لديك متاع، لديك صحة وهي الأهم. تريد أن يحفظك الله من كل شيء، تريد أن يحفظ رزقك، تريد أن يحفظ متاعك، إذن تحتاج إلى كلمة سر كل يوم صباحا ومساء. أهم جزء من كلمة السر هذه وهي الرقية الشرعية التي سماها النبي أعظم سورة من القرآن هي الفاتحة. الفاتحة سورة عظيمة جدا أخي الحبيب، يجب أن تقرأها 7 مرات صباحا ومساء على الأقل، لأنها سورة الحفظ وسورة الشفاء وسورة الرزق والسورة التي تفتح لك أبواب الجنة والسورة التي تفتح لك أبواب الهداية. قد يحتار الإنسان ماذا يعمل، يسافر أم لا، يتزوج أم لا، يدخل في هذا العمل أم لا، يدخل في هذا الفرع من الدراسة أم لا. هذه السورة اسمها سورة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك إلى الطريق الصحيح في الشفاء، في الرزق، في حل مشاكلك، في تدبير أمورك. إذن أول شيء من الرقية هي سورة الفاتحة، ويفضل أن تقرأها 7 مرات، لأن رقم 7 له أسرار عظيمة في الشفاء والسحر. الشيء الثاني أخي الحبيب آية الكرسي، وهي أعظم آية من القرآن. إذن مكونات الرقية الشرعية سأسميها كلمة سر حفظك في هذه الدنيا،
كلمة السر التي تحفظك. الفاتحة أعظم سورة من القرآن، آية الكرسي أعظم آية من القرآن. ربما كثير لا يعلم ما هي آية الكرسي. آية الكرسي أيها الأحبة هي آية عظيمة جدا، سأقرأها عليكم اليوم الآن، ويمكن أن تكررها 20-30 مرة ستحفظها، ولكن إذا فهمتها ستحفظها بطريقة أسهل. يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأت باسم الله لعظمتها. أنت عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت تحتمي بهذا الإله العظيم، فهو حي لا يموت، وهو قيوم قائم على شؤون الكون، ويستطيع هذا الحي القيوم أن يقوم على شؤوني ويحل مشاكلي. لا تأخذه سنة ولا نوم، البشر ينامون، الكائنات تنام، الله لا تأخذه سنة يعني غفلة بسيطة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. طب إذا كان الله له كل شيء، مما تخاف؟ تخاف من فلان أو فلان؟ الله الذي خلقك وله ما في السماوات وما في الأرض، هل يستطيع أحد أن يضرك والله موجود؟ حاشا لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة لا تكون إلا بيد الله، ولكن الله يكرم بعض عباده مثل حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا اتبعت منهجه سيكون شفيعا لك. ولكن النبي لا يكون شفيعا للملحدين والعاصين والمتكبرين، شفيعا لمن يقتنع به. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تقول يا رب أنت تعلم ما بين أيدي هؤلاء وما خلفهم، من يريد أن يمكر بي أنت تعلمه، من يريد أن يؤذيني أنت تعلمه، من يريد أن يضرني أنت تعلمه، من يريد أن يأخذ رزقي، أن يحسدني ويعطل علي حياتي، من يريد أن يسبب لي المشاكل، أنت تعلم ما في نفسي أكثر مما هو يعلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الإله العليم قادر أن يحل مشكلتي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. كأن لسان حالك يقول عندما تقرأ هذه الجملة، يا من وسع كرسيك كل الكون، السماوات والأرض بمجراتها بنجومها، كل شيء، لا يعجزك أن تحفظني. وسع كرسيه السماوات والأرض، أنا ألتجئ إلى من وسع كرسيه السماوات والأرض، أنا أحتمي، أنا أضع مشاكلي وهمومي وأسلم شأني وأمري إلى من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما. هذا الإله الذي لا يعجز أن يحفظ السماوات والأرض، لا يعجز أن يحفظ إنسانا يقول يا رب. هذا الإله غير عاجز أن يحفظني ويحفظك أخي الحبيب. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا العلي أعلى من فلان وفلان، أعلى ممن يريد أن يسبب لي السحر أو الضرر أو المشاكل أو الهموم أو الأذى. هذا العلي العظيم أعلى وأعظم من كل هموم الدنيا. تجد أن هذه الآية صنفت على أنها أعظم آية في القرآن، وهي جزء رئيسي من كلمة سر حفظ حياتك، الرقية الشرعية هي جزء رئيسي، يجب أن تحفظها الآن. لا تترك هذا الفيديو إلا وأنت حافظ لآية الكرسي أخي الحبيب، أعظم آية في القرآن. يعني إذا لم تحفظ شيء من القرآن احفظ هذه الآية بعد الفاتحة. الآن أصبح لدينا الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي. في سورة البقرة أيها الأحبة، سورة البقرة هي سورة الحماية من السحر، سورة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، سورة إذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، يهرب منه الحاسد. ولكن
هناك جزء أنا أحب أن أحفظه معكم وأكرره دائما. الله تعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. رجاء احفظ هذا الجزء: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 9 كلمات: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بخاصة إذا كان لديك مشاكل في حياتك العائلية، الحياة الزوجية في البيت، يعني هذه الكلمات تصرف شر الأذى عنك في مشاكلك العائلية، لأن هذه الآية وردت ضمن آيات التي تتحدث عن السحر والتفريق بين المرء وزوجه وما يمارسه الشيطان ضد العائلات وضد الأشخاص في بيوتهم داخل بيوتهم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 7 مرات. هذه أشياء يجب أن تحفظها مثل اسمك أخي الحبيب، مثل اسمك يجب أن تحفظها. الآن أنا الآن أتلو أبسط صيغة للرقية الشرعية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هناك مقطع مهم جدا قاله سيدنا موسى ضد السحرة، واجه به أعتى سحرة فرعون. ماذا قال؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذا جزء مهم أنا لا أستغني عنه حقيقة. يجب أن تحفظ أخي الحبيب، يعني أنت تحفظ ما شاء الله أسماء شخصيات عامة، وتحفظ الكثير في دماغك، ممتلئ بالأرقام وبالأحداث وبكل واحد حسب اهتماماته. يعني هذا الكلام أهم من كل شيء، كلام الله أهم من كل شيء، ولا ذكر الله أكبر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يجب أن تكرر هذا المقطع 7 مرات أيضا. رقم 7 مهم جدا أحبتي في الله، وهو عدد السماوات وعدد الأراضين والسجود على 7 أعظم والطواف 7 مرات. ولذلك هنا الحكمة أنك عندما ترمي إبليس بالحصى أو بالجمرات كم مرة؟ 7 مرات. لماذا مفروض عليك 7 مرات؟ لأن الرقم 7 رقم مؤذي بالنسبة لإبليس والشياطين، يؤذيه إذا تكرر، إذا كررت الآية 7 مرات يفر ويهرب في المرة 7. لذلك كان رمي الجمرات 7، والسجود على 7 لطرد الشيطان، والطواف 7. الشيطان يكره الرقم 7 أخي الحبيب، لذلك أنا أركز على هذا الرقم، مهم جدا في حياتك. إذن سأكرر هذه الآية: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كأنك تقول: يا رب، فلان يريد بي شرا، يريد بي سوءا، فلان يريد أن يبطل الحقيقة، أنت الذي تحق الحق بكلماتك ولو كره المجرمون، ولو كره فلان ممن يريد أن يؤذيني، ولو كره هذا المجرم الذي يتربص بي، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هناك أيضا في سورة المؤمنون كان النبي يكثر من هذه الآية: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رجاء احفظ، وسوف تذكرني عندما تواجه الموت، ستجد هذه الآيات أمامك، ستجد هذه الكلمات التي حفظتها الآن أخي الحبيب في دقائق تحفظها، والله ستجدها نورا في قبرك، ستجدها تقف تدافع عنك يوم القيامة، تحاجج عنك، قد تكون سببا في دخولك الجنة. الكلمة، كلمة طيبة يقولها الإنسان قد يدخل بها الجنة، كما أكد النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام. وأطيب كلمة هي كلمة الله،
أطيب كلام هو كلام الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، 7 كلمات على الرقم 7 سبحان الله. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، 5 12 كلمة. كأن هذه العبارة تحفظك على مدار السنة 12 شهرا، 12 كلمة تحفظك على مدار السنة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الجزء الأخير من الرقية الشرعية وهو المهم، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أخي الحبيب تعدل ثلث القرآن، لابد أن تقرأها 3 مرات كأنما ختمت القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، اقرأها 3 مرات كجزء من الرقية الشرعية التي تحفظ يومك وليلتك. وأخيرا تختم بما ختم الله به كتابه العظيم، سورتين لم ينزل الله مثلهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مثيل لهما لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لم ينزل مثلهما من قبل، سورة الفلق وسورة الناس. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سورة تستعيذ بها من شر الناس البشر والحاسدين وعين الحاسد وشر الليل وشر الظلام وشر السحرة، وسورة تستعيذ بها من شر إبليس الوسواس الخناس. إذن المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. وهكذا احفظ هذه الرقية بهذا الترتيب حسب ترتيب المصحف كل يوم صباحا ومساء. أنا عندما أقول هذه الآيات لا تأخذ أكثر من 3 دقائق، كل الرقية الشرعية وبالترتيل يعني هي 3 دقائق 4 دقائق إذا مهما كنت بطيئا في القراءة. ومع التكرار لنقل 7 دقائق، أنت لديك 24 ساعة كل يوم، لو أعطيت من وقتك 7 دقائق في الصباح و7 دقائق قبل النوم في المساء ستحفظ دينك وعرضك وتجارتك وبيتك. وهذا الكلام عن تجربة أيها الأحبة، أنا لا أريد أنا يعني أنا لا أحب أن أستشهد بالقصص كثيرا، ولكن القصص كثيرة وحدث معي ومع غيري كثير من الأشياء. احرص على تلاوة الرقية الشرعية فهي كلمة السر في حياتك. بسرعة سألخص لك أخي الحبيب، الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 1 مرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 7 مرات، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون 7 مرات، وقبلها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 7 مرات، وأخيرا قل هو الله أحد والمعوذتين، 7 عناصر احفظها. وأرجو من أحبتي في الله ألا ينسوني دائما من الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشر ومن السوء، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا جلاء أحزاننا، أن يجعله حلا لمشاكلنا وهمومنا في هذا العصر، وأن يجعله طمأنينة لقلوبنا يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.